مرحبا بكم. هل تعرفون من يجيد اللغتين العربية والإنجليزية؟ نبحث عن شخص مهتم بالنمو الشخصي والتعرف على البودكاست. نحن بحاجة إلى شخص لملء منصب تطوعي كمترجم وراوي لبودكاست One Kind Moment، لحظة لطيفة. سيشارك هذا البودكاست عملية إعادة تشغيل الحلقات السابقة حتى نملأ هذا المنصب. إذا كنت تعرف شخصاً مهتماً، أطلب من الاتصال ببروس وين ماكلين، المنتج التنفيذي للبودكاست، على bros@broswaynemaclean.com. هذه المعلومات واردة في وصف الحلقة. شكراً لكم وأراكم لاحقاً. غالباً ما نقلل من قوة اللمسة، أو الابتسامة، أو الكلمة الطيبة، أو الأذن المستمعة، أو الإطراء الصادق، أو أصغر فعل رعاية، وكلها لديها القدرة على تغيير الحياة. ليو بوسكاليا. هناك أناس أكثر مما قد نتخيله يحتاجون فقط إلى لمسة أو ابتسامة أو كلمة طيبة أو أذن مستمعة أو مجاملة صادقة أو أصغر فعل رعاية. وتلبية هذه الحاجات تتطلب القليل منا، ويمكن أن يؤدي تأثير مثل هذه الإجراءات إلى تغيير نوعية يوم الشخص بطريقة إيجابية للغاية. أيضاً يمكن أن يكون هذا الإجراء الصغير حافزاً لقرار يغير الحياة. كلمة طيبة يمكنها أن تغير الحياة والأسرة والمجتمع.